بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع اختبارات الفصل الثاني، اختبارات الفصل الثاني لتلاميذ الأولى متوسط. اليوم إن شاء الله عز وجل عندنا اختبار في مادة الفيزياء، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، اختبار الفصل الثاني الأولى متوسط. نبدأ بهذا النموذج. الوضعية الأولى: أكمل الفراغات بما يناسبها. يبدأ الماء النقي في الغليان والتبخر في درجة حرارة تساوي، ويبدأ بالتجمد في درجة حرارة تساوي. يكون السطح الحر للمادة في حالتها الفيزيائية السائلة. نسمي الانتقال من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة ب. أثناء تحول فيزيائي تكون الكتلة. حبيبات المادة في حالتها الصلبة متقاربة. ونكمل. طيب، الوضعية الثانية: أكمل الجدول بما يناسب. عندك الخليط، وعندك الحالة الفيزيائية، نوع الخليط، وعندك طريقة الفصل كيف نفصل بينهما. ماء مقطر زائد ملح، عندك ماء مقطر زائد رمل، وعندك خل زائد زيت. ما هي الحالة الفيزيائية؟ ما هو نوع الخليط؟ وكيف نفصل بينهما؟ ما الفرق بين الخليط ألف والخليط جيم؟ هذا الخليط الأول والخليط الثالث. مثل النموذج الحبيبي للخليطين ألف وجيم. للخليط ب، هذا الثاني، ماء مقطر زائد رمل، طريقتان للفصل بين الماء المقطر والرمل. أعطي طريقة أخرى للفصل بينهما. أي الطريقتين أسرع؟ أي الطريقتين أسرع؟ طيب، الوضعية: قام أنس وعلي بإحضار إناء يحتوي على كمية من الماء المقطر. ماء مقطر الكمية تاعه هي 200 مللتر، ثم أضاف كمية من الملح كتلتها 20 غرام، معناها زادوا 20 غرام من الملح كما هو موضح في الوثيقة. الملح في الملعقة ضافوه للماء المقطر. سمي الجسم المتحصل عليه ثم حدد نوعه. ماذا نسمي الماء المقطر والملح بعد مزجهما؟ مثل النموذج الحبيبي للجسم الناتج أو المتحصل عليه. أذكر التركيز C للجسم المتحصل عليه. استشار أنس زميله أحمد في طريقة تمكنه من إرجاع المحلول الناتج إلى حالته الأولى. من أحب يرجعه إلى حالته الأولى اللي هي ماء مقطر بدون ملح، ماء مقطر وملح منفصلان. سمي طريقة تمكنه من ذلك. قسم أنس الماء المقطر المتحصل عليه بعد فصله عن الملح على ثلاث أكواب. أنا قسمه على ثلاث أكواب. أضاف في كل كوب كمية من السكر. الآن ضاف السكر مش الملح. أضاف في كل كوب كمية من السكر كما هو موضح في الوثيقة رقم 2. هاي الوثيقة رقم 2، الكوب الأول الثاني والثالث. هنا يضاف ملعقة واحدة من السكر، هنا أضاف ملعقتين، وهنا أضاف ثلاث ملاعق من السكر. كيف نسمي المحلول السكر المتحصل عليه في كل كوب؟ في كل كوب كيف نسمي المحلول المتحصل عليه؟ طيب، هنا التلميذ بإمكان التلميذ يوقف الفيديو، هنا يوقف التلميذ الفيديو ويحاول يحل هذه الوضعيات، الوضعية الأولى والثانية والثالثة، يحل في الورقة، بعد ذلك يشوف التصحيح. طيب، نمر احنا للتصحيح. الوضعية الأولى: أكمل بما يناسب. طيب، يبدأ الماء النقي في الغليان والتبخر في درجة حرارة 100 درجة، ويبدأ بالتجمد في درجة حرارة تساوي 0 درجة، معناه في الماء في 100 درجة يتبخر، وفي 0 درجة يتجمد. يكون السطح الحر للمادة في حالتها الفيزيائية السائلة مستوي وأفقي. يكون مستوي وأفقي. طيب، نسمي الانتقال من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة بالتكاثف. ما
معناه لما نتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصبا نسموها تكاثف أو تكاثف الجاف. أثناء تحول الفيزيائي تكون الكتلة محفوظة، معنى الكتلة محفوظة لا تتغير عند التحول الفيزيائي. حبيبات المادة في حالتها الصلبة متقاربة، الجسم الصلب حبيباته متقاربة قليلة الحركة ومتراصة. طيب الوضعية الثانية، عندنا خليط نبين الحالة الفيزيائية تاعو، نوع الخليط وطريقة الفصل. ماء مقطر زائد ملح، هذا سائل زائد صلب، ماء مقطر سائل والملح صلب، إذن سائل زائد صلب. نوع الخليط متجانس، هذا خليط متجانس. كيف نفصل بينهما؟ عن طريق عملية التقطير، عملية التقطير. طيب ماء مقطر زائد رمل، الماء المقطر سائل والرمل صلب، إذن سائل زائد صلب. هنا غير متجانس، الماء المقطر مع الرمل غير متجانس. كيف نفصل بينهما؟ عن طريق عملية التركيد، عملية التركيد. خل زائد زيت، الخل سائل والزيت سائل، إذا نوع الخليط سائل زائد سائل، أو الحالة الفيزيائية سائل زائد سائل. نوع الخليط غير متجانس، وإن كانوا كيف كيف سائل سائل لكنه غير متجانس. كيف نفصل بين الخل والزيت؟ عن طريق الإبانة، عن طريق الإبانة. ما الفرق بين الخليط ألف والخليط الأخير؟ الفرق بين الماء المقطر والملح والخل والزيت، يعتبر الخليط ألف اللي هو ماء مقطر زائد ملح خليط متجانس، أما الخليط الأخير اللي هو خل زائد زيت هو خليط غير متجانس. هذا هو الفرق بينهم. مثل النموذج الحبيبي للخليطين ألف وتا. الخليط ألف اللي هو ماء مقطر زائد ملح اللي هو خليط متجانس، وينك فيكون متجانس، بينما خل زائد زيت هو خليط غير متجانس، تكون الحبيبات مختلفة غير متجانس. طيب الخليط باء الوسطاني، خليط باء اللي هو ماء مقطر زائد رمل، ماء مقطر زائد رمل. طريقتين للفصل بينهما، بين الماء المقطر والرمل. سمي طريقة أخرى، أي طريقتين، أي طريقتين أسرع. الطريقة الثانية للفصل بين الماء المقطر والرمل، احنا ذكرنا الطريقة الأولى اللي هي التركيد، عملية التركيد. الآن نذكر طريقة أخرى هي الترشيح، وهي الطريقة الأسرع. طريقة الترشيح أسرع من طريقة التركيد، وهي الطريقة الأسرع للفصل بين الماء المقطر والرمل، للفصل بين الماء المقطر والرمل. طيب الوضعية الأخيرة ولا الوضعية الثالثة، قام أنس وعلي بإحضار إناء يحتوي على كمية من الماء المقطر 200 مللتر، ثم أضاف إليه، أضاف السكر الملح، أضاف الملح في البداية 20 غرام من الملح كما هو موضح في الصورة. سمي الجسم المحصل عليه ثم حدد نوعه. الجسم المحصل عليه اللي هو ماء مقطر زائد ملح يقول لنا خليط متجانس، ماء مقطر وملح يقول لنا خليط متجانس. ماذا نسمي الماء المقطر والملح بعد مزجهما؟ نسمي الماء المقطر والملح بعد مزجهما محلول مائي، يقول لنا محلول مائي. مثل النموذج الحبيبي للجسم الناتج، خليط متجانس الملح مع الماء المقطر. احسب التركيز سي للجسم المتحصل عليه، احنا درنا 20 غرام من الملح في 200 مللتر، اذا حساب التركيز سي تساوي ام على في، ام تساوي 20 غرام، في 200 مللتر معناها 20 على 0.2 تعطينا 100 غرام في المللتر، معناها 0.2 لتر، صفر نحولها للتر، حولناها للتر، معناها 20 على 0.2 معناها 100 غرام في اللتر. طيب استشار أنس زميله أحمد عن طريق تمكنهما من فصل الجسم الناتج إلى حالته الأولى. كيفاش نرجع الماء المقطر بدون ملح؟ كيف نفصل بينهما؟ سمي الطريقة. الطريقة التي تمكننا الفصل بين الماء المقطر والملح هي عملية التقطير، نعود ندير له تقطير. قسم أنس الماء المقطر على 3 أكواب وأضاف إليه السكر،
ملعقة واحدة في الكوب الأول، ملعقتين في الكوب الثاني، وثلاث ملاعق في الكوب الثالث. نسمي المحلول السكر المتحصل عليه في كل كوب. الكوب الأول محلول ممدد، الكوب الثاني محلول مركز، والكوب الثالث محلول مشبع. ملعقة واحدة محلول ممدد، ملعقتين محلول مركز، ثلاث ملاعق محلول مشبع. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.